مرحبا بكم وشكرا لوفائكم برنامج أجيال. برنامج كنعتبره كيتوجه لكافة المغاربة، لأن الشباب في العقل وفي القلب ماشي بالسن، وطبعا لأننا مجتمع وبلد شاب. معي اللي تنشيط البرنامج ككل أسبوع حليمة العلوي، مرحبا بك. مساء الخير سامي، مساء الخير لكل المشاهدين وطبعا الحضور وهذا الجمهور اللي حاضر معنا اليوم. حليمة اللي حليمة اللي كتقدم لنا كل اسبوع طبعا جديد الموسيقى المغربيه والغربيه، واللي بصدد تحضير مشاريع جديده. واش تهضري معنا دابا ولا تنبعد؟ لا تنبعد، نهضر معك في التفاصيل ان شاء الله. طبعا ننتظر قريبا اغاني جديده لحليمه والبوم موسيقي. معنا في البرنامج الكاتبه والمخرجه والممثله بشرى يجورك، كذلك طالبه متفوقه وفاعله جمعويه بشرى سعدي، بطلة المغرب مرات عديدة وبطلة العالم مرتين مريم عبيسة. والرياضة هي التاي بوكسينغ. وأخيرا مجموعة ديال الراب متألقة من مدينة القنيطرة. أش الحل؟ أش الحل؟ ممثلة من طرف أنس وحسام. وكما كتعرفوا فاحنا كل أسبوع كنتوصلوا بترشيحات من مجموعات غنائية، كيوصلنا ما بين 10 ل 15 للترشيح وطلب من مجموعات ديال الراب وديال الموسيقى، وطبعا الناس خاصهم يتسناو واحد شوية باش يدوزوا. ولكن ملي شفنا العمل ديال أش الحل اتصلنا بهم مباشرة، لأن كاين هناك مجهود كبير على المستوى الموسيقي وكذلك على مستوى الإخراج في فيديو كليب اللي داروا. مرحبا بكم. بارك الله فيكم سي صالح. أش الحل بديتوا العمل ديالكم منذ سنوات طويلة، 4 سنين ولا 5 سنين. أول سينجل طبعا صدر سنة 2006، وكان عندكم مشاكل كثيرة مع وسائل الإعلام وكذلك مع المنتجين، لأن الناس ما كيبغيوش يعطوكم وقت، ما كيتصنتوا لكمش. كلشي كيعتقد بأن الراب في المغرب هو أش كاين وفاستيتي كلون وكذا كرو صافي. بغيت نعرف أنا في الأول شنو هي المعاناة اللي كانت عندكم قبل ما تقدروا تشتغلوا بطريقة احترافية؟ بون، في الأول بدينا كأي جروب لعبنا على قنيطرة، كون كوا الراب في قنيطرة يولي عنده واحد القيمة، واحد الراب يولي في قنيطرة. علاش ما بون بقينا غاديين خدامين هكاك وتقاتلنا بزاف كيف نقولوا، والحمد لله بقى شوية شوية الناس تيشقوا فينا، لقينا راسنا هذيك الخدمة اللي تنخدموا على ود غير على ود قنيطرة لقينا توسعت في المغرب كامل، توصلونا دي زيميل من الداخلة من تطوان من طنجة، هذاك الشيء اللي زاد حفزنا بلاصة اللي يعاونونا. لقينا من الببليك كلمة زوينة، هذيك كلمة زوينة هي اللي زادت انكوراجاتنا وبقينا خدامين هكاك، واخا لقينا كيف قلتي مشاكل مع عند بزاف ديال الناس. طبعا مدينة القنيطرة اللي كنعتبر بأننا خدينا منها هذه السنة مفاجأتين، مجموعة أش الحل وكذلك مجموعة غنائية ديال واش من هيت، كان عندهم ألبوم جميل جدا كيطرقوا فيه المواضيع عديدة، ويمكن إلا ولات السمعة ديال المدينة جيدة موسيقيا فهذا الشيء غادي يعاونكم. سينجل دابا اللي كتصدروه حاليا هو ها هما جاو الله يخرج بوحنا واحد اليومين. استعنتوا فيه برابور صغير عنده 8 سنين، علاش رابور صغير؟ بالنسبة أول حاجة لقينا واخا عنده 8 سنين عنده النيف، هذه هي أول حاجة. ثاني حاجة تعطي واحد لو شارم للديسك، ثالث حاجة عنده الموهبة. هادو ثلاثة ديال النقط كنعتبر بأنها مقنعة، غادي نسمعوا حالا لها هما جاو ومن بعد نكملوا الحديث ديالنا. سمعتي ضرتي زيتي عرفتي شكون احنا، اصل احنا رضا شوالي دينا بنا حق المهاتنا، ما عندناش مازال خاصنا مكره علاش نعيشو بوعو ديري كاس للبوبليك لي غيسم انا في كاع لي شوال. تلامي للناس لي عاونوني الشغل وجابو فيا، تلامي لي تمزق ليا وما نساش لك لي وسخ فيا، قولو 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 واش الحل لي كوموني هوني لحيك فيها الموسيقى ديالي باش كنقول لي كان غني على ولاد بلادي اللي بين ضرب لا قضية فيها الموسيقى ديالي باش كنقول لي كان
انا سو حسام كتقولوا بانه باقي شويه الخير في الدنيا لانه لقيتوا اللي يعاونكم اخيرا واحد السيد اللي قاطن بالمانيا ومد لكم يد المساعده. زهير قرشي عنده واحد الفضل كبير لمجموعه اشل حل الخير اللي ما لقيناش هنا في الناس اللي عايشين في المغرب هنا ولا عندهم دي ستوديو هنا في المغرب لقيناه فيه هو اللي في المانيا ومن طون من الريجون ديالنا ديال قناه طراونه واهي كان سمعنا في 2008 عجبو داكشي اللي كنديرو وهو عنده ديجا اكسبيريونس وتيخدم مع دي زارتيست في المانيا في يو اس اي في لوروب اون جينيرال وغير لوروب. من بين الاشياء اللي جعلونا اننا نامنوا بامكانياتكم وقدراتكم فيديو كليب كنتو عطيتونا الوصله ديالو او لو ليان في الايميل اللي كنا توصلنا به وعجبنا بزاف. هذا الفيديو كليب يعتبر دفعه معنويه كبيره لكم، كيفاش اشتغلتوا عليه؟ بون هذا الفيديو كليب هذا بصراحه عشان خدمناه ك كاينش لونكادرومون بروفيسيونيل كيفاش نقول لك بحال تقاتلنا عليه راسنا. حنا درنا كل شيء بالفضل عاوتاني تعود الرضا مخشاني اللي هو الرياليزاتور اللي عطانا واحد المفاجاه كبيره للبيبليك وكان اول كليب تضرب ديك الطريقه. قلت لي بانه الكليب حتى ما كلفش كثير ماديا خذا لكم وقت بزاف وفقدتوا الامل في العديد من المراحل ديال التصوير. سي نورمال لحقاش ما مادام ارتيست في المغرب تي جاي تي بريزونتي لا نوفيل سان ماروكان وباغي بريزونتا بواحد الفاسون بروفيسيونيل ما عندوش لونكادرومون بروفيسيونيل ما عند ناس اللي عندهم اكسبيريونس ما عندهمش ناس اللي مونوهم ما عندهمش بزاف ضروري غادي نتكرفصوا. تكرفصنا فيه 6 شهور حنا وحسام انس والمونبغ الثالث وديع اللي ما معناش اليوم وزهير قرشي اللي في المانيا اللي لقينا معاه اللي لقينا تلقاو صعوبه بالتواصل هو في الالمان وحنا هنايا واش نخدموا له الصون كذا اللي اضطر انه يجا حتى للمغرب باش يخدم معنا لوتراك وباش نصدروا الكليب وريضه مخشاني يعني كان مجهود مادي ومعنوي واخا المخرج ما تخلصش من عندكم واخا الماتيريال دبرتوا عليه بين قوسين يعني قلتي لي هاتي ولكن كان المجهود كبير وكان المجهود كبير عندنا حقاش بغي حنا اصلا عندنا واحد ليدي ملي بدينا اما غادي نخرجوا شي حاجه اللي غتعجب الناس شي حاجه بروفيسيونيل اما غنجلسوا في ديورنا ما غاتجلسوش في ديوركم لانه النتيجه كانت جيده. حريمه نشوفوا الفيديو كليب لانه زوين بزاف ومن بعد نرجعوا عندك. Bye.